مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، نجدد لكم التحيه واللقاء مع انطلاقه الشوط السادس الخاصه بفئه الحول المهجنات الاصايل من مسافه 8 كيلومترات. هذه الانطلاقات المميزه التي تاتي هنا على ارضيه هذا الميدان، ميدان الوثبه، لسباقات الهجن العربيه الاصيله، بدايه مع المركز الاول مع انطلاق الشاهنيه من هجن الرياسه بقياده المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا الشاهنيه على المركز الاول والتحديات الاولى، بينما المركز الثاني يتابع ثاني التحديات تواقه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن جمعه بن عبيد بن دبيله الفلاسي من يتواجد على مستوى المركز الثاني وثالث التحديات والانطلاقات الشاهنيه من هجن الرياسه راشد بن محمد السم المنصوري ابو ذياب وصل على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الايمن يتواجد هنالك مع انطلاق شمعه شعار سمو الشيخ محمد بن خليفه بن سيف ال نهيان وبقياده مضمر علي بن سعيد بن مبارك ال وهيبي، من يتابع هذا الانطلاق على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات والانطلاقات الشانيه من هجن الرياسه راشد بن محمد السم المنصوري ابو ذياب يتواصل على مستوى المركز الخامس، ويتابع سادس التحديات. المركز السادس شعار مؤسسة هجن الرياسة الوصول والانطلاق على مستوى المركز السادس من هجن الرياسة تواجد المضمر محمد بن عتيق بن زيتون البهيري. المركز السابع الوصول والانطلاق مع الدكتورة من هجن الرياسة علي بن جبيل آل وهيبي، وأيضا القادمة على مستوى المركز التاسع هنالك التواجد مع انتزاع لسمو الشيخ محمد بن المر المكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي. المركز العاشر من الجانب الأيمن شعله القادمة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل الهيام بقيادة المضمر علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه النتيجة لعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى وشعار مؤسسة هجن الرياسة المتواجد على مستوى المركز الأول المسيطر المنطلق على مقدمة الشوط الشاهنية من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا هذه العروض المميزة كما سجل نقاط ذهبية مميزة في مساء هذا اليوم وفي مساء يوم الأمس في سن الكبار، كما سجل أيضا في سن الصغار الأسبوع الماضي. يأتي هنا المجازف مع هذه التحديات تحت ظل هذا الشعار المميز، شعار مؤسسة هجن الرياسة الذي يقدم لنا هذه الهجن الأصايل التي تتواجد هنا على أرضية هذا الميدان وفي مسار وتحديات هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، ثاني التحديات والانطلاقات تواقة الواصلة على مستوى المركز الثاني، تواقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن جمعة بن عبيد بن دبيلة الفلاسي يأتي على المركز الثاني، ولكن التسللات من الجانب الأيمن الانطلاق المميز والانطلاق الجميل، وصول شعار هجن الرياسة القادمة الدكتورة من هجن الرياسة علي بن جبيل آل وهيبي بدأت هنا بالانطلاق على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الرابع، المركز الرابع القادمة شمعة الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل الهيان علي بن سعيد بن مبارك آل وهيب يأتي هنا على مستوى المركز الرابع. والمركز الخامس الشاهنية بقيادة السم راشد بن محمد السم المنصوري ابو ذياب، من وصل هنا على المركز الخامس وسادس التحديات. الأولى القادمة على المركز السادس من هجن الرياسة علي بن جميل آل وهيبي، والمركز السابع نتابع الشانية من هجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، والمركز الثامن وصلت هنالك الشانية بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز التاسع انتزاع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي، والمركز العاشر هنالك القادمه زاهيه بشعار مؤسسه هجن الرياسه وظافر المضمرين علي بن جميل ال وهيبي، من ياتي على المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا ومتابعينا الكرام، العشره المراكز الاولى. نعود بحضراتكم
إلى مقدمة الشوط مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات، والمقدمة لا زالت هنالك بقيادة المجازف بن زيتون محمد بن عتيق المهيري، من يأتي على المركز الأول والمركز الثاني. دار التحديات والانطلاقات الدكتورة من هجن الرياسة قيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا هذا الاسم على المركز الثاني. وصلنا هنا واقتربنا من جسر العبور، من جسر التحديات، وهنالك الاسماء الاولى على مقدمة الشوط الشاهنية، وهنالك ايضا الدكتورة من هجد الرياسة، هنالك ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تابع المركز الثالث. ثالث التحديات، هنالك الاسماء بدات تباعد المسافه ما بينها وبين بقيه المراكز. المركز الثالث الشاهنيه، مرحبا بقدوم الشاهنيه وراشد بن محمد بالسم المنصوري ابو ذياب من يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع، التقدم والانطلاق مع هملوله من اجل الرياسه علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا هملوله. المركز الخامس، شمعة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، من يأتي مع هذه التحديات والانطلاقات المميزة. وصلنا إلى لوحة 3 كيلومتر، ما يفصلنا عن خط النهاية، ما يفصلنا عن الناموس وعن الفوز والانتصار. جسر العبور كما أطلق عليه المعلقين على هذا المكان، هو جسر للعبور، بأن من تعبر هذا الجسر لا خوف عليها. هنالك نشاهد المنافسات والتحديات في الأمتار الأخيرة والأمتار المجنونة. المركز الرابع، رابع التحديات، انتزاع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي. والمركز الخامس، مشاهدينا متابعينا الكرام، القادمة والمنطلقة هنالك الشاهنية من اجل الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، إلى التحديات الأولى والانطلاقات الأولى. نعود إلى المركز الأول وإلى التحديات الأولى. لا زال المجازف على المركز الأول على مقدمة الشوط، يقدم لنا الشاهنية. الشاهنية في التحديات الأولى، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يأتي مع هذا الانطلاق المميز والجميل، بينما المركز الثاني التواجد هنا مع الدكتورة. الدكتورة من تحتل المركز الثاني ولوحة 2 كيلومتر. يا متابعين، ما يفصلنا عن خط النهاية وعن الناموس وعن الفوز والانتصار. الدكتورة تتابع انطلاق الشاهنية على المركز الأول لتأتي على المركز الثاني. الدكتورة مع أظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي، بينما المركز الثالث والابتعاد الكلي ما بين المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث التحديات والانطلاقات، شعار مؤسسة هجن الرياسة القادم، هنالك مع الشاهنية راشد بن محمد مسلم المنصوري ابو ذياب. والمركز الرابع، زاهية القادمة من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا زاهية الواصلة على المركز الرابع. بينما المركز الخامس، تأتي هنالك الشاهنية من اجل الرياسة راشد بن المنصوري ابو ذياب على المركز الخامس. 5 مراكز اولى تسيطر عليها مؤسسه لجنه الرئاسه، بينما المركز السادس انتزاع لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم ال مكتوم قياده المضمر سعيد العبيد. المركز السابع من الجانب الايمن وصول هنالك مع العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيام محمود الخميس الجنيبي، وايضا القادمه هنالك زاهيه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولكن نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى التحديات الاولى. وهملوله، هملوله هنا تتواجد على المركز الرابع، ولكن عودتنا الى الصداره، عودتنا الى مقدمه الشوط، الى التحديات الاولى. ولا زال بن زيتون، بن زيتون على المركز الاول، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا الشاهنيه. الشاهنيه، ولكن الشاهنيه بقياده مسلم، وايضا هملوله مع الظافر
علي بن جميل الوهي بالثلاثة الأسماء الثلاثة المراكز الأولى، ولكن الشانية المجازف محمد بن عتيق المهيري على مقدمة الشوط، ولكن هملولة مرحبا بهملولة، مرحبا بهذا الاسم المميز، ومرحبا بالظافر علي بن جميل الوهيبي الوهيبي. جولة التحديات، جولة الأوامر، انطلقت هملولة، هملولة على المركز الأول، هملولة على مقدمة الشوط من هجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا هملولة على مقدمة الشوط، تسير مع المقدمة بخطى واثقة، لما لا، وهي تحمل هذا الشعار المميز، شعار هجن الرياسة، ويضمرها ظافرا للمضمرين علي بن جميل الوهيبي. سلام لهملولة، سلام، وسلام لهجن الرياسة، وسلام لصاحبة الإنجازات هملولة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمضمر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت الشاني من هجن الرياسة راشد بن محمد الزيتون، المركز الثالث الشاني من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق الزيتون المهيري، والمركز الرابع المركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، وخامسا لهجن الرياسة الشانية تهانية والناموس. نعود بالتوقيت الزمني لحظات الفوز والانتصار ولحظات الإعادة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة المضمر علي بن جميل الوهيبي، والتوقيت الزمني الأفضل تحت أقدام هملولة، تهانينا والناموس. 12 دقيقة 38 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصل أيضا شعار مؤسسة هجن الرياسة، المركز 12 دقيقة 43 ثانية، تسعة أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس، شاهنية راشد بن محمد بن سلم المنصوري، والمركز الثالث الشاهنية من هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 12 دقيقة لحظات الوصول، المركز الثالث أربعة وأربعين ثانية وجزئين من الثاني، تهانينا والناموس.